أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا. وأكد معاليها أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين أيده الله على صحة الجميع، الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معالي وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم. وهنا أود أن أعلن عن أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية عامة وخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا. وهذا ينطلق من حرص مقامه الكريم على صحة الجميع، فقد وضع صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع. وكما ذكرت هي للجميع بما في ذلك مخالفي نظام الإقامة بدون أي تبعات قانونية، لأن سلامتهم وصحتهم هي أولوية قصوى. أود أن أقول أن هذا التناغم وهذا العمل المتميز بين الجميع يقوده قائد فذ يعمل بلا كلل ولا ملل، وذلك من حرصه على سلامة المواطن. هذا القائد هو سمو ولي العهد، فهو يتابع كل ما يتعلق بهذا الجائحة بليل نهار لضمان سلامة الجميع، ويتابع كل التقارير وكل الاحترازات، وهو حقيقة مهتم جدا، لأنه يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته. لذا الدولة لم تتردد أبدا في تطبيق احترازات عالية جدا قبل ظهور الفيروس في المملكة. فالحمد لله بالتأكيد هذا ساهم في عدم تسارع انتشار الفيروس كما رأينا في دول أخرى. نحث الجميع أي أعراض مباشرة اتجه لأقرب منشأة صحية عامة خاصة، نحن نهتم بسلامتك. دولة الحمد لله حكومة خادم الحرمين الشريفين مهتمة بسلام الجميع. أي شخص لديه أعراض لا يتردد الذهاب لأي منشأة طبية أيا كانت حكومية أو خاصة للحصول على كشف والعلاج لا قدر الله لو شخص أصيب. طبعا كما تعلمون هذا الفيروس في تحديات هائلة، ورأينا كيف أن دول متقدمة ودول لديها خبرات هائلة وجدنا التحديات تعاني فيها. وهذا الفيروس من الصعب التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل. هو يعتمد على تعاون الجميع والتزامهم، كما ذكرت نحن في مركب واحد، لذا التزام الجميع بالتعليمات يساعدنا في السيطرة. لكن لا يمكن القول أن الفيروس تحت السيطرة، لازلنا نعمل وبكل اجتهاد بكل تفاني من وزارة الصحة وجميع القطاعات لضمان سلام الجميع. وأؤكد مرة أخرى على الجميع بالالتزام بالتعليمات الصحية.